أهلا بكم. ما مدى خطورة بقاء عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين في السجون الحكومية والميليشياوية في العراق المعلن عنها وغير المعلن؟ ما مدى خطورتها مع اجتياح جائحة كورونا؟ هيئة علماء المسلمين في بيان لها حذرت من المخاطر الكبيرة لفقدان أعداد كبيرة من العراقيين أرواحهم بسبب جائحة كورونا في أشبه ما يكون بعملية قتل جماعي مدبر لهم في سجون تفتقر لأدنى متطلبات الحياة المناسبة، فضلا عن اكتظاظها بأعداد كبيرة من مساحات صغيرة وانتشار الأمراض نتيجة الإهمال الصحي وفقدان أيسر قواعد الرعاية والاحتياطات الصحية. نتساءل في هذه الحلقة، لماذا لا تقوم السلطات الحاكمة في العراق بتخلية سبيل المحتجزين كما فعلت دول عدة في العالم، والتعجيل بإطلاق سراحهم حيث إن غالبيتهم اعتقلوا بتهم باطلة وبإجراءات غير قانونية نتج عنها اعتقال الكثير لسنوات طويلة من غير محاكمات أو أحكام؟ ويتساءل آخرون، لماذا تتحجج السلطات في العراق بموضوع محاربة الإرهاب وتتخذه ذريعة لإبقاء أكبر عدد منهم لممارسة شتى أنواع الإرهاب الحقيقي؟ وما هو دور المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للتدخل الفوري بحكم مسؤوليتها؟ وما دور منظمة الصحة العالمية في هذا المجال، وخاصة أن لها مكتبا في بغداد، وعدم الاكتفاء بالتقارير الحكومية والتسليم بمعلوماتها التي يصفها البعض بالمضللة؟ نشاهد هذا التقرير مشاهدينا الكرام ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. مع توقعات منظمة الصحة العالمية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، فإن ثمة مخاوف كبيرة من انتشار الفيروس بين المعتقلين في السجون الحكومية التي تحتجز داخلها عشرات الآلاف ممن زج بهم بوشاية المخبر السري أو بتهمة الإرهاب أو غيرها من التهم الجاهزة. المعتقلون العراقيون يرزحون في السجون السرية والعلنية منذ سنين دون محاكمات، احتجاز يستنزف الحياة والكرامة، فضلاً عن الأموال التي تنهب من ذوي المعتقلين بابتزازهم. وبحسب مصادر في حكومة بغداد، فإن 80% من المحتجزين والمعتقلين في السجون هم أبرياء، وتم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب والابتزاز، وأن الحكومات المتعاقبة في العراق فشلت في معالجة ملف السجناء. منظومة الفساد والتخبط الكبير في إدارة البلاد على المستويات المختلفة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ما زالت تسبب المآسي للعراق والعراقيين بحسب هيئة علماء المسلمين، التي أكدت أن جائحة فيروس كورونا تفتك بالعراقيين في ظل إصرار متعمد من السلطة الحاكمة على التكتم على الوقائع والمعلومات والأرقام الحقيقية للإصابات، وأن بقاء عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين في السجون الحكومية والميليشياوية أشبه ما يكون بعملية قتل جماعي مدبرة لهم. وطالبت الهيئة السلطات الحكومية بإطلاق سراح المحتجزين كما فعلت دول عدة في العالم. المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب ذكر أن العديد من المعتقلين في العراق تعرضوا طوال السنوات الماضية لعمليات تصفية جسدية على يد ميليشيات متنفذة، وها هم اليوم يتركون فريسة سهلة وعرضة للإصابة بفيروس كورونا في ظل أوضاع صحية صعبة داخل السجون من جراء الإهمال الحكومي وعجز القطاع الصحي عن تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين العراقيين داخل وخارج السجون. من جانبها، طالبت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بإطلاق سراح المعتقلين تحسباً من تفشي فيروس كورونا في السجون، وأن الإبقاء على المعتقلين سيسبب كارثة بشرية وقتلاً جماعياً. قانون العفو العام الذي صدر منذ سنين لا يزال بين الشد والجذب، فالكتل السياسية لا تراعي إلا مصالحها دون الالتفات إلى أوضاع المعتقلين الذين أصبحوا بين مطرقة الحكومة وميليشياتها وسندان فيروس كورونا. إذن مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على السجون في العراق، وهناك تحذيرات كبيرة من مصادر كثيرة تتحدث عن ما يجري في داخل السجون العراقية والمعتقلات من مخاوف ما في ظل اجتياح فيروس كورونا.
كورونا، مع أن هذه السجون تفتقر لأبسط مقومات ما يتطلبه الإنسان، وهي بالأساس موبوءة ومليئة بالأمراض بسبب أنها مكتظة وأنها لا تراعي معايير حقوق الإنسان. إذن أرحب بضيوفي الكرام، الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد القادر، تنضم معي من عمان عبر سكايب. أهلا وسهلا بك ومشاهديكم الكرام. وأرحب أيضا بالدكتور إبراهيم سليمان الكبيسي الطبيب العراقي، ينضم معنا عبر الهاتف من بغداد. دكتور إبراهيم مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. وأيضا أرحب بالأستاذ محمد عماد الباحث القانوني في المركز الأورو متوسطي، ينضم معنا من إسطنبول. أستاذ محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بضيوف الكرام. أبدأ معك أستاذ عبد القادر النايل، يعني هيئة علماء المسلمين حذرت، أو قسم حقوق الإنسان في الهيئة حذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل السجون الحكومية بالتزامن مع جائحة كورونا، ما مدى خطورة هذا الأمر أستاذ عبد القادر؟ بدءا أهلا بكم وبضيوفك الكرام وبالمشاهدين الأعزاء. من المعلوم تماما أن إطلاق سراح المعتقلين في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم والعراق حقيقة يفقد فيها الكثير وفق عدم وجود آلية صحية حقيقية في العراق، فضلا على أن المعتقلين فيه نسبة كبيرة من المظلومين. لذلك وفق قوانين تعملتها الحكومات ما بعد الاحتلال، كان أبرزها قانون الإرهاب سيء الصيد الذي سلط على المكون السني في العراق بطريقة بشعة، استغله حقيقة حزب الدعوة لإنجاح عملية الطائفية في بقائه في الحكم، لا سيما في ولاية المالكي بطريقة ممنهجة واضحة تماما. لذا أقول أن إطلاق سراح المعتقلين في مثل هذه الظروف أصبح فريضة وطنية لا بد أن يطالب بها الجميع، ولا بد أن يركز الكثيرين من قنوات الإعلام، من الباحثين، من المختصين في هذه القضية في تسليط هذا الضوء على المعتقلين، ولا سيما أن قناتكم الكريمة وقنوات أخرى تعمل بجهد كبير لإبراز هذه القضية التي أصبح العراقيون سواء المتظاهرين أو الشعب العراقي أو كل الناشطين يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين العراقيين من السجون الحكومية بطريقة واضحة. نتكلم عن عشرات الآلاف المعتقلين، عن مئات الآلاف من المغيبين في سجون هي سرية لكنها معلومة للحكومة. لذلك السجون في العراق هي سجون بالأصل منتهية بها من الأمراض وعدم عدم وجود أي إجراءات حكومية للمعتقلين، لأن هناك أمراض وأوبئة منتشرة فيما بينهم، لا يوجد هناك أي رعاية، فضلا على أنه عملية الاكتظاظ في السجون باتت مخيفة وواضحة تماما. إذا دخل فيروس كورونا الذي توفي بعض المعتقلين بهذا الفيروس وأخفت السلطات الحكومية في العراق هذه الأمور حتى لا يتم تسليط الضوء بطريقة واضحة. الفقرة الثانية أو المادة الثانية من قانون الصحة العالمية يوجب على الحكومات أن تشرع قوانين للعفو لإطلاق السراح المعتقلين بالسرعة الممكنة حتى لا يتم هناك وباء يقتل الآلاف. لذلك الكورونا يهدد آلاف المعتقلين في العراق، لأن هذه السجون هي سجون ممتلئة جدا، بل شهادات كثيرة من السجانين ومن النزلاء يقولون أن حتى عملية التواجد داخل الغرف الاعتقالات هي كثيرة تماما، لا يستطيع الشخص أن ينام على الأرض بأريحية، لذلك هي تفتقر إلى كل المقومات. فعلى هذا الأساس حقيقة هناك خطورة كبيرة على المعتقلين والمعتقلات من النساء في العراق. نتكلم عن أرقام كثيرة ومهولة موجودة في العراق وإخفاء كبير. لذلك هناك أسباب وتداعيات كثيرة تصر السلطات الحاكمة على تجزئة الموضوع بطريقة طائفية وبطريقة اقتصادية لصالح أحزابها. نعم، أرحب بالأستاذ محمد عماد الباحث القانوني في المركز الأورو المتوسطي. أستاذ محمد، يعني ما مدى إمكانية أن تشرع الحكومة في العراق قوانين لإطلاق سراح المعتقلين؟ لماذا هي تحتفظ بهم إلى الآن في حين أن الكثير من الدول يعني اجتازت الكثير من الخطوات، قامت بإطلاق سراح المعتقلين والمسجونين لديها بغية أن تتجاوز مرحلة الخطورة
الكبرى باعتبار ما يجري داخل السجون أو من هم موجودون داخل السجون يعتبرون قنابل موقوتة للإصابة بوباء فيروس كورونا. كيف تنظر إلى الأمر في العراق وهناك أهداف سياسية مثلما تحدث الأستاذ عبد القادر النايل، هناك أهداف سياسية ومن وراء وجود هؤلاء المعتقلين داخل السجون والمعتقلات في العراق؟ نعم، في البداية تحية لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الأكارم، وأبدأ بسؤال حضرتك عن إمكانية تشريع السلطات العراقية أو لماذا لا تشرع السلطات العراقية أي تشريع يضمن حياة المعتقلين والمختفين قسريا بالمناسبة لديها. سأعود إلى التنويه إلى موضوع الاختفاء القسري الموجود داخل العراق والذي قمنا بتوثيقه ورصده كمرصد أورو متوسط لحقوق الإنسان. لكن استنادا للقضية الرئيسية التي تفضلت بها حضرتك، القانون الدولي بشكل عام والمواثيق الدولية وضعت قواعد أساسية لحماية حقوق الإنسان، ومن ضمنها حماية حقوق المعتقلين والأسرى سواء كانوا أسرى حرب في حالة النزاع الدولي أو النزاع الداخلي أو داخل الدولة عندما لا يكون هناك نزاع. أبسط تلك المواثيق كفلت الحقوق الأساسية، بمعنى أن يكون حق الإنسان في الحياة وحقه في الحصول على الخدمات الطبية وأيضا في حقه في الحصول على العلاج والمراجعة الطبية الدائمة. لكن ما رصدناه للأسف لواقع آلاف وعشرات آلاف المعتقلين بالمناسبة العراقيين، والذين لم نستطع الحصول على إحصائية دقيقة لأعدادهم بسبب تعنت الحكومة العراقية في الإفصاح عن الأرقام، إضافة إلى سياسة الاختفاء القسري واستطاف العديد من النشطاء لا سيما بعد الأحداث الأخيرة التي دارت في العراق منذ العام المنصرم إلى هذا الوقت. كل هذا الأمر جعل مكونات الرؤية الإنسانية لحالة المعتقلين داخل السجون العراقية هي رؤية مأساوية لعدة اعتبارات. الأولى هي ضعف الإمكانيات الطبية أصلا التي كانت تقدمها إدارة السجون للمعتقلين العراقيين، أضف إليها انتشار جائحة كورونا وما ترتب عليها من عدة إجراءات، كون أن الدول الكبرى لا تستطيع التعامل مع هذا الفيروس، فما بالكم بأن يكون هناك معتقلين بالآلاف داخل ظروف صحية صعبة متواجدين داخل السجون، وأيضا الحالة الصحية للمئات من المعتقلين المتواجدين داخل السجون العراقية والذين يعانون بالأصل من بعض الأمراض المزمنة، والذين رصدنا أيضا تدهور حالات العشرات منهم داخل السجون بعد دخولهم للسجون العراقية. كل هذه المعطيات تطرح التساؤل حقيقة وتطرح المسؤولية أمام الحكومة العراقية بأن يكون لها هناك دور أساسي في محاولة إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين العراقيين، ويطرح تساؤل المشروع وهو ماذا تنتظر الحكومة العراقية كي تطلق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين والذين تتعرض حياتهم للخطر الشديد بسبب الظروف الصحية الموجودة داخل المعتقلات، وأيضا خوفا من انتشار فيروس كورونا الذي بات يهدد معظم دول العالم. هذا ابتداء. أيضا ما زالت الحكومة العراقية إلى الآن تستخدم القانون لمصلحتها أو في طرفها بمحاولة اعتقال المئات من الشباب واستخدام القوات الأمنية لاختطاف عشرات الآلاف من الشباب داخل سجونها دون توجيه أي تهمة رسمية. هذا العدد الكبير يضع الحكومة العراقية تحت طائلة المسؤولية لا سيما وأن الإجراءات القانونية لا تتم ولا تسير بشكلها الطبيعي، إضافة إلى ذلك عدم وجود تنسيق بين الحكومة العراقية ومنظمة الصحة العالمية، بمعنى أن القواعد الأساسية لمنظمة الصحة العالمية تفرض على السلطات العراقية بأن يكون هناك تشريعات توائم الأزمات الإنسانية التي قد تطال إحدى الدول، وهذه الأزمة أصبحت تطال معظم دول العالم، لكن إلى الآن لم نجد أي تحرك حقيقي من قبل السلطات العراقية سواء بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لمراقبة أوضاع المسجونين العراقيين. مشكلة أستاذ محمد أن في موضوع التنسيق ما بين الحكومة ومنظمة الصحة العالمية في هذا الموضوع تحديدا، هناك مكتب يعني لديهم، يعني منظمة الصحة العالمية في العراق عندهم مكتب في بغداد، ولكن يتم تقديم له تقارير حكومية، هذه التقارير يصفها البعض بأنها تقارير مضللة لا تحوي على معلومات حقيقية للأرقام والإحصاءات التي تشكلها أو تتضمنها الإصابات والوفيات فيما يخص جائحة كورونا. سأعود إليك مرة أخرى لنتحدث بهذا الأمر بالتفصيل أكثر أستاذ محمد عماد. أرحب بالدكتور الطبيب دكتور إبراهيم سليمان الكبيسي. دكتور إبراهيم مرحبا بك، يعني في العراق. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك دكتور. دكتور، يعني لا يوجد أداء صحية حقيقية للتعامل مع هذا الوباء بشكل فعلي، هناك عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين داخل السجون السرية والعلنية داخل العراق. في هذا الموضوع موضوع مهم جدا،
العالم كله يتخذ الإجراءات التي أصبحت الآن إجراءات يعني مستجدة. هناك حتى قوانين شرعت من أجل إطلاق سراح المعتقلين والمسجونين في السجون في دول العالم المتقدم. الآن في العراق هؤلاء المعتقلون يرزحون تحت الأرض ولا زالوا مغيبين. إلى أي مدى يعني هذا الأمر من الناحية الطبية أمر خطير فيما يخص موضوع انتشار فيروس كورونا؟ مساء الخير. مساء النور. لك ولكل مشاهديك وكل الزملاء الموجودين. أستاذ العزيز، للمعلومة، تعرف أنت الزيارات المعتقلين منذ شهرين متوقفة؟ نعم. منذ شهرين ما في زيارات. نعم. والزيارات تقتصر على النساء حصراً. ممنوع لا الأولاد ولا الآباء ولا الأبناء بالزيارة. هاي اثنين. السجون احنا سجن الناصرية افتهمت عليه وسجن الحلة وسجن التاجي، ثلاث سجون تحتوي على أكثر من 80,000. هاي اثنين. نعم. إلى الآن عدم السماح بزيارة منظمات حقوق الإنسان لهذه السجون. نعم. الأمراض اللي تحكون عليها هاي مع الكورونا والدنيا أخي، الناس انصابت بالتدرن الرئوي والجرف، هذه منذ أشهر منذ سنين. ما إحنا الآن استغرب التحكيم الإعلامي من العالم كل على ما يجري. أمريكا وهاي إيران وواوا كلهم أطلقوا سراح المعتقلين يخففون الزخم، بس إحنا العراق مال. والآن أنا أمامي وثيقة مخاطبة رئاسة الجمهورية لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء خاطب مجلس النواب، اتهمت عليها. نعم. ايش قد يستفيدون من القانون، من دول القانون العفو؟ قانون العفو العام صدر 2018، القضاة كلهم اطلقوا سراحهم، ما يقبلون يطلقون سراحهم الا مقابل مبالغ مالية. نعم. عوائل المعتقلين ما عندها امكانية للدفع عن اولاده. نعم. هذه مصيبتنا احنا. السجون العراقية المعتقل الآن دا يموت موت بطيء، غالبية المعتقلين دا يموتون موت بطيء. يعني هذا الفيروس هو يمثل خطورة أكثر على من هو في داخل هذه السجون أم على من هم في خارج هذه السجون؟ الداخل والخارج، الداخل أكثر، لأن سجون مكتظة مكتظة. أنت غرفة تدري 4 في 3 بها أكثر من 22 شخص، هذا الشيء دا يدري كورونا. طبعا كورونا ينتقل عن مناطق التجمعات، يعني حتى التدرن الرئوي احنا عندنا بالطب تدرن رئوي، كنا حاملين عصية كوخ، ممكن ظروف الاعتقال، الرطوبة، سوء التغذية، كلها علامات تسرع من ظهور اعراض التدرن الرئوي. طيب دكتور، فكيف بكورونا؟ كورونا. نعم. عفوا، ابقى معي دكتور ابراهيم سليمان، ساعود اليك مرة اخرى. سيد عبد القادر النايل، اعود اليك مرة اخرى. يعني تحدث سيد محمد عماد عن موضوع ضرورة تشريع قوانين من قبل الدول من أجل يعني تجاوز هذه المرحلة الخطيرة والعصيبة التي يمر بها العالم، مرحلة انتشار فيروس كورونا. تشريع القوانين، يعني أنتم ذكرتم أن هؤلاء هم يعني موجودون داخل السجون لأهداف سياسية، هل يعقل أن يكون هناك أهداف تحقق وبالتالي يتم تحطيمها ويتم تفكيكها؟ يعني البعض يرى بأن مخطط التغيير الديموغرافي تطلب وجود هؤلاء المعتقلين في السجون والمعتقلات السرية والعلنية. البعض يقول لكن هل من المعقول أن تستجيب الحكومة مرة أخرى وهذه الميليشيات وتقوم بتفكيك ذلك أو ما خطط له من قبل؟ من المعلوم تماما هم يحاولون كسب الوقت، ولذلك القانون الذي أشار إليه ضيفك، قانون العفو الخاص وقانون للتحايل القانوني على ما يجري من كارثة المعتقلين، لا سيما أن هناك أبرياء، لأنه نحن أمام اعتراف لجنة حقوق الإنسان الحكومية أن هناك آلاف من الأبرياء في السجون. إلى هذه اللحظة ما ذنب الأبرياء أن يبقون في السجون لتشريع قتلهم الجماعي؟
لأننا نعلم تماما أن هناك آلاف من المعتقلين جرى تسليمهم عام 2011 من القوات الأمريكية الذي هم يدعون اليوم أنها قوات محتلة وما إلى ذلك من هذه الميليشيات التي تصدر يوميا بيانات ضد التواجد الأمريكي. هؤلاء معتقلين طيب لدى الاحتلال الأمريكي جرى تسليمهم بالآلاف إلى السلطات الموجودة في بغداد، لماذا لم يطلق سراحهم إلى هذه اللحظة بعد سنوات، بعد 7 سنوات أو 8 سنوات؟ هل هذا الأمر له علاقة أستاذ عبد القادر، هل هذا الأمر له علاقة بالتهم التي وصفت بالباطلة وبالإجراءات القانونية غير الصحيحة حيث هم موجودون من غير محاكمة؟ هل هذا الأمر له علاقة بذلك؟ بالتأكيد له علاقة مباشرة، لأنه يا سيد العزيز عندما نقول أن الاعتقالات السياسية في العراق لأنهم أرادوا تغييرا ديمغرافيا، الحزب الدعوة يتحمل مسؤولية الخزي والعار لكل الاعتقالات التي جرت في العراق، لأنه هو الذي لا سيما في حكومة المالكي من أراد أن يوجد بالطائفية. لذلك عندما نقول نعم نحن نطالب بالإفراج عن جميع العراقيين لا سيما المتظاهرين الأخير في ثورة تشرين ولا والمحافظات الجنوبية، لكن 90% في السنوات الماضية كان هناك استهدافا متقصدا ممنهجا من أجل تطهير عرقي وطائفي لمناطق محددة على المكون السني، وقانون 4 إرهاب سلطة بطريقة واضحة والمخبر السري لاعتقالهم بشكل واسع تماما. إلى هذه اللحظة حتى النزلاء الذين قالوا أننا أخذناهم اعتقالا من أجل اجتماع الجامعة العربية في بغداد آباء الحكم المالكي إلى الآن لم يطلق سراحهم، وهو المفروض يكون اعتقال احترازي عندما تنتهي القمة يتم إطلاق سراحهم. لذلك ما يجري على المعتقلين في العراق جريمة كبيرة ينبغي أن يقف معها المجتمع الدولي لا سيما الصحة العالمية أن تنظر، لأن القانون والفقرة الثانية تلزم الحكومات ليس خيارا حقيقيا. اليوم نتكلم عن طاعون ووباء وجانحة تجتاح العراقيين بطريقة كبيرة تماما لا سيما المعتقلين مهددين بهذه القضية، فتلزم من تشريع قانون يخرج هؤلاء. لكن هناك أيضا غاية اقتصادية موجودة ينبغي حقيقة أن نركز عليها، أن بعض الأحزاب والميليشيات أخذت المعتقلين كمقاولة مالية، لذلك تدر عليهم أموالا كثيرة، بحيث أن لا سيما حزب الفضيلة تحديدا وما يسمى باليعقوبي المعمم اليعقوبي يتحمل المسؤولية الكبرى الذي كان مسيطرا على وزارة العدل من تأخير كل القوانين بإفراج عن المعتقلين، لأن حتى والدهم الغير شرعي الإيراني النظام الإيراني أطلق الآلاف من المعتقلين لا سيما السجناء السياسيين، لذلك هم لا يعبهون، لأن القضية قضية مالية، يتم صرف مبلغ مالي لكل سجين من حيث الإطعام من حيث الملابس من حيث الدواء، كل هذه الأموال تسرق لصالح حزب الفضيلة ولصالح مكتب اليعقوبي الذي هو مسؤول، هذا المعمم المسؤول عن حزب الفضيلة، حتى أن معاون مدير سجن الناصرية هو تابع له، وبالتالي هناك مبلغا ماليا حيث أن الطعام معلوم تماما يباع للمعتقلين داخل السجون ولا يوفر لهم، والملابس تجلبها أهاليهم كل فترة زيارة، ولا وجود لأي خدمة طبية موجودة في السجون بدليل أن هناك أمواتا وأن هناك مرضى من سبب الأمراض فيما مضى، وأقصد السنوات والأشهر الماضية سجلنا حالات كثيرة بين المعتقلين وهم يعترفون بين الآونة والأخرى على دفعات من المعتقلين الذين يموتون طبيا بسبب عدم توفر العلاج لا سيما توقف الكليتين بسبب التعذيب. لذلك فقط أقول أنه القضية قضية سياسية بحتة، لأن هذه الميليشيات والأحزاب تريد الاستفادة ماليا وبالتالي تريد الاستفادة طائفيا بهذا الإطار في إلقاء المعتقلين، وإلا فإن القوانين توجب على إخراجهم لا سيما أنهم أبرياء، هناك نسبة كثيرة من المعتقلين أبرياء باعترافات اللجنة الحكومية لحقوق الإنسان. طيب سأعود إليك مرة أخرى أستاذ عبد القادر. سيد محمد عماد، يعني من الناحية القانونية كيف تنظر يعني إذا ما تحدث به الأستاذ عبد القادر النايل، يعني الأهداف السياسية وتحقيق هذه المآرب، بالتالي كيف يمكن للحكومة أن تقوم بتشريع قوانين وإخراج هؤلاء المعتقلين إذا كان اعتقالهم بالأساس هو اعتقال باطل؟ في الحقيقة دعنا نوضح النقطة الأساسية، هو أن المجلس التشريعي أو السلطة التشريعية الموجودة داخل العراق هي الضامن الأول والرئيسي فيما يتعلق بحقوق المعتقلين وموضوع حقوق الإنسان، وبالأخص لجنة الحقوق والحريات داخل مجلس النواب العراقي.
إلى الآن لم نشهد أي تحرك حقيقي من قبل المجلس على أرض الواقع لوضع آليات لضمان مثل لوضع آليات لضمان حقوق المعتقلين عن طريق إجراءات يتم تشريعها من المجلس التشريعي ولإعازلها للسلطات التنفيذية بين قوسين الحكومة لتطبيقها وتنفيذها بشكل طارئ فيما يتعلق بحقوق المعتقلين. هذا الدور السلبي لمجلس النواب العراقي للأسف كان مبنيا أيضا على التقارير التي تم إرفاقها من قبلنا كمرصد وغيرنا من المؤسسات الحقوقية والتي خاطبنا فيها مجلس النواب وأعضاء من الحكومة العراقية لوقف الاعتقالات قبل أن ينتشر هذا الوباء، لكن إلى الأسف لم نجد هناك أي خطوات على أرض الواقع لضمان إطلاق سراح المعتقلين أو على الأقل ضمان حصولهم على المحاكمة القانونية العادلة. لكن الآن وبعد تفشي هذا الفيروس ووصول الأمور إلى مرحلة من الخطر الشديد في ظل المعطيات التي ذكرناها وذكرها ضيوفك الأكارم فيما يتعلق بالبيئة الصحية المتواجدة في السجون العراقية وأيضا الحالة الصحية للمعتقلين العراقيين داخل السجون والمختفين قسرا، دعني أؤكد هنا أن هناك المئات من الحالات ومن الأشخاص العراقيين مختفون قسرا على يد جماعات مسلحة وميليشيات، وهذا الأمر يتقاطع مع أداء عمل الحكومة ويطرح تساؤل حقيقي عن دور الحكومة في بسط سيطرتها الأمنية ومنع أن يكون هناك جماعات مسلحة تقوم بالاختطاف، لكن للأسف نجد أن هذه الأدوار متتابعة وتتلاقى في نقاط مشتركة بين الحكومة وبين تلك الجماعات المسلحة، وهذا الأمر أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من الناشطين والصحفيين والأفراد وما إلى ذلك من الأشخاص الآن أستاذ الذين محمد، تواجدوا يعني ما هو دور المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؟ يعني أيضا منظمة الصحة العالمية كما تعلمون، يعني كلهم لديهم مكاتب داخل العاصمة بغداد، وأيضا هناك يعني طرق للتواصل والتنسيق فيما بينهم وبين الحكومة في العراق، وهناك من يقول بأن كل المعلومات، طبعا هذه المصادر الصحية أو يعني من داخل المستشفيات من داخل ما يجري من المعتقلات، أيضا يتحدثون عن أن الكثير من المعتقلين تم تعذيبهم حتى الموت. نعم، حقيقة أنا دور منظمة الصحة العالمية وخصوصا في المكاتب المنتشرة لها في العديد من دول العالم هو دور ما زال يراوح مكانه، وذلك لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن هذا الفيروس هو فيروس جديد لم تكن منظمة الصحة العالمية على دراية به وبالخطوات التي يجب اتباعها بشكل متتابع، وإن كان هناك بعض النشرات التي تصدر منها، لكن دعنا أؤكد هنا أن حجم وانتشار هذا الفيروس هو ما أدى إلى ضعف أن يكون هناك تنسيق مباشر مع منظمة الصحة أو يكون لها الدور الأكبر في موضوع حماية حقوق المعتقلين في ظل مخاوف انتشار هذا الفيروس بين المعتقلين داخل السجون العراقية. لكن يبقى الضامن الأول في هذه الحالات وهو ما نص عليه القانون الدولي هي الجمعية العامة للأمم المتحدة وبخاصة مجلس الأمن وهو الأداة التنفيذية التي تطبق وتنفذ وتحمي حقوق الإنسان من خلال مجموعة من القرارات التي صدرت في حقب زمنية مختلفة قبل انتشار هذا الفيروس، بمعنى أن القانون الدولي رصد أن يكون هناك تفشي لعدد من الأوبئة وكان هناك انتهاك لعدد من الحقوق، وبالتالي تطورت الاتفاقيات الدولية مراعاة لتلك الظروف التي كانت في وقتها تنتهك حقوق الإنسان، وبالتالي هناك قالب معين يجب اتباعه من قبل مجلس الأمن من أن يكون هناك تدخل وإرسال العديد من اللجان لأولا رصد الحالة الإنسانية داخل السجون العراقية، وثانيا وهو الأهم ضمان أن يكون هناك إخلاء للسجون العراقية والمعتقلات العراقية من المعتقلين الموجودين في الداخل، وثالثا أيضا تشكيل لجنة تقصي حقائق في الأحداث التي جرت في العراق مؤخرا والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتبعتها السلطات العراقية في كيفية إدخال أولئك الأشخاص إلى داخل المعتقلين وما هي السهم المنسوبة إليهم ومدى تطبيق السلطات العراقية للقانون العراقي قبل أن يكون القانون الدولي في توقيفها لأولئك الأشخاص وضمان محاكمتهم محاكمة عادلة. وبالتالي ما نؤكده هنا أن يقع الدور الأكبر، صحيح هناك دور كبير على منظمة الصحة العالمية، لكن الدور الأكبر يقع على عاتق مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والنواب البرلمانيين الذين يشكلون أداة ضغط على مجلس الأمن وحكومات الدول التابعة إليهم من أجل توفير أداة حماية للمعتقلين العراقيين في ظل مخاوف من تفشي فيروس كورونا في ظل البيئة الصحية الغير سليمة المتواجدة داخل تلك السجون. شكرا لك دكتور إبراهيم. بالعودة إليك دكتور إبراهيم سليمان الكبيسي، يعني وجوب وصول الخدمة الطبية الضرورية والكافية للمعتقلين، دائما ما تتعمد الحكومة والميليشيات السلطات في العراق إلى تعذيب المعتقلين من أجل انتزاع اعترافات منهم بالقوة،
وبالتالي تبرير وجود هؤلاء المعتقلين تحت حجة محاربة الإرهاب. يعني كيف تصف موضوع من الناحية الطبية؟ يعني لماذا كل اللجان والفرق الطبية عندما تدخل إلى داخل السجون والمعتقلات لا تخرج بتقارير لتتحدث بشكل واضح وصريح عما يجري داخل هذه السجون؟ سيدي العزيز، ترى هذه مسؤولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر. اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت عندها زيارات مستمرة من كانت كروبر كامب، يعني السجون الأمريكية موجودة، فكانت زيارات وهي الواسطة بين عائلة المعتقل وبين المعتقل وذويه. الآن منظمة الصحة العالمية نقطة رأس سطر ترى عبارة عن ورقة بيد السلطة الحاكمة في العراق. احنا آني هسه أدين بصراحة أدين القضاء العراقي. القضاء العراقي إلى الآن ولا قاضي سهل نفسه أن يروح للسجون ويشوف الدعاوي. غالبية الناس مطلق صراحة ما يطلقون صراحهم إلا مقابل ثمن. هذا الوضع الصحي للعراقي خارج السجون وضع سيء، فكيف داخل السجون؟ أنطيك مثلا، أنا طبيب هسه تجيني حوائل معتقلين ينطوني أعراض دكتور بي هيك هيك، فأكتب له علاج، ما يصل العلاج، ممنوع يوصل العلاج. يعني أنا ما أكتب لا شيء شراب، يعني شراب أو أبر ولا كذا، أكتب كبسول وحبابي. الكبسول والحبابي ممنوع تدخل للمريض للمعتقل تحت، فكيف يكون وضعه؟ شوف أنا هسه حوالي 20 معتقل بالناصرية، كتبت لهم تقارير أنا طبية على مود أهلهم المحامي ممكن ينقله إلى بغداد حتى يتعالج بالسجون، ما يخالف سجون بغداد يتعالج. ما يقبلون، يعني محكوم مؤبد ما يقبلون ينقلوه من سجون الناصرية إلى بغداد، مع العلم مع بغداد أسوأ من الناصرية، بس ما ينقلوه. تدري أنت أكو مشكلة عندي أنا بالعراق، عوائل المعتقلين، ها عوائل المعتقلين ما عنده إمكانية مادية يروح للناصرية، يروح ويجي يراد له $300 $350 بس الروحة والجاية النقل. هذه معاشي العراقي. يا أخوان أنا عبر قناتكم المباركة أدعي كل منظمات الإنسانية، كل القضاء بالعالم، كل الأمم المتحدة، أي جهة قانونية أن تتحرك من أجل المعتقلين في العراق. طيب شكرا لك دكتور، سأعود لك مرة أخرى. أستاذ عبد القادر، يعني كيف تقيم دور المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية أيضا في العراق فيما يجري فيه؟ يعني منذ احتلال العراق كما تعلم أن القضاء العراقي يصفه البعض أنه يعني قضاء مسيس، وجميع عمليات الاعتقالات التي تتم هي بناء على تنفيذ مشروع أمريكي إيراني، مشروع تغيير الديمغرافي في العراق، مشروع تغيير خارطة المنطقة ابتداء من العراق، الكثير من المسميات والمصطلحات التي جاء بها الاحتلال الأمريكي وسمعناها منذ عام 2003. يعني أنتم كيف تنظرون؟ هل هي يعني هذه المنظمات على كان يعني لا زالت تعمل على مستوى التحدي في العراق تحديدا، أم أنها تراها يعني لها يعني مؤثرات أمريكية أو وسائل ضغط أمريكية تتحكم بكل التقارير التي تخرج، مع أنه هذه المنظمات كثيرا ما أصدرت التقارير والبيانات التي تتحدث عن ما يجري في السجون والمعتقلات ولكن لا جدوى، الحال كما هو؟ من المعلوم أن هناك منظمات تعمل بجدية وبصدق، وبالتالي نعم هناك مؤثرات أمريكية عليها، لكنها استطاعت تقدم بعض المعلومات التي أرشدت العالم، منها رويترز عندما قدمت تقارير عن وجود من 250 إلى 900 ألف معتقل ومعتقلة داخل العراق، وبالتالي العفو الدولية ومنظمات أخرى محلية كمركز جرائم الحرب وقسم حقوق الإنسان في علماء المسلمين، كثير ممن صدر معلومات استسقتها كل دول العالم وكل مراكزها الرسمية والشبه رسمية. وهذا يتكلم لك عن دراية، لأنه جميع دول العالم أصبحت لديها ملفات عن حال المعتقلين وما يجري داخل العراق من انتهاكات واضحة، بل أن هناك حكومات أقرت بأن الانتهاكات التي تجري في حقوق الإنسان للمعتقلين داخل السجون حقيقة تكون الأولى في العالم، لأن هناك إجراءات كبيرة لكن دون جدوى، لأن هناك وصايا أمريكية
لا تسمح بالتدخل على العملية السياسية التي صنعتها والتي تدعي أنها ديمقراطية. ثانيا، أن بعض المنظمات ومنها مكتب منظمة الصحة العالمية المتواجد الآن في بغداد، هؤلاء يتم حقيقة ومنظمة الأمم المتحدة كمكتب في بغداد، كثير من هؤلاء تلك المنظمات لا تعمل لأن هناك ابتزازا، ولأن هناك من جهة أخرى هبات مالية أيضا تقدم لبعض المسؤولين، لذلك هم ليسوا على وجه الحيادية حتى يكون لديهم دور، بالتالي هم يؤدون فترة زمنية يريدون التربح طيب من أستاذ عبد خلالها القادر، إذا على سمحت القضية لي العراقية. في سؤالي، لو سمحت لي، يعني منظمة الصحة العالمية مثلا توقعت ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، وتحدثتم وقلتم بأن هناك وصاية أمريكية تمنع التدخل في أي شيء يخص العملية السياسية. يعني ماذا لو قامت الحكومة في العراق بخطوات من أجل وضع حد لانتشار أو اتساع نطاق انتشار فيروس كورونا؟ هل للأمر علاقة بالعملية السياسية فيما لو هناك ضغط أمريكي فعلي على هذه الحكومة من أجل أن تأخذ تحذير منظمة الصحة العالمية على محمل الجد؟ الحكومة تختلف بهذه القضية، الولايات المتحدة تريد أن تقول أن هناك عملية ديمقراطية، أما الحكومة التي تنفذ الانتهاكات لأنها اتبعت الوصاية الإيرانية في عملية قمع كل المكونات، النظام الإيراني عندما أراد أن يحكم بالحديد والنار في إيران قمع الأقليات وقمع كذلك المكونات الشعب منها الأحواز الأكراد غيرها، لذلك الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال كان هناك ضوءا أخضرا لها بعدم المحاسبة، لذلك استغلت هذه القضية وذهبت باتجاه القمع، هي تحمد على الطائفية والقتل في بناء الحكم من أجل الاستحواذ عليها، وإلا بماذا تفسر أبرياء موجودين في سجون ميليشيات؟ هذه السجون أماكن مدنية وفرتها الحكومة لهذه الميليشيات، منها سجن صدر القناة فيه أكثر من 4000 معتقل موجود في وسط بغداد للميليشيات دون أن تسجل لا وزارة العدل ولا أي أخرى تسجل بيانات هؤلاء المعتقلين، فضلا عن السجون الأخرى الموجودة في جرف الصخر ومناطق أخرى حقيقة معلومة أصبح للحكومة ناشطين ومراكز تعلم هذه المعتقلات، لذلك الحكومة تتصرف ليس لأنها تريد هناك وصاية أمريكية عليها، إنما تتصرف من منطلق القمع لأنها تريد الحكم بهذا الأساس وتريد أن لديها مشروع أن تنفذه لصالح إيران وهو التغيير الديمغرافي والطريق الحريري، بالتالي هي أهدافها غير الأهداف الموجودة طيب أستاذ عبد على القادر، النفوذ الإيراني. ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ محمد عماد، يعني هيئة علماء المسلمين تقول في بيان لها هناك إصرار متعمد من السلطة الحاكمة في العراق من سلطة الأحزاب على التكتم على المعلومات الحقيقية والأرقام الحقيقية فيما يخص فيروس كورونا أو الإصابات بفيروس كورونا. يعني ما هي التبعات القانونية لذلك من وجهة نظرك؟ يعني هل من تبعات قانونية تتحملها الحكومة وتتحمل وزرها بناء على تكتمها على هذه المعلومات؟ بطبيعة الحال دعني أؤكد في البداية أن الحكومة العراقية لا تتعاون مع أي مؤسسة حقوقية دولية أو محلية فيما يتعلق بالأرقام أو حصيلة الأرقام المتواجدة لديها من المعتقلين ومن الأحداث سواء كانوا أطفال صغار أو في أو ناشطين بالمطلق، وهذا عدم التعاون هذا يؤدي إلى عدة تبعات قانونية، بمعنى أنه إلى الآن إذا لم تقم الحكومة العراقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومع مكاتب منظمة الأمم المتحدة المختلفة على حسب اختلاف عملها فيما يتعلق بالأرقام المتواجدة لديها والحالات التي توجد داخل المعتقلات والسجون، فهي تتحمل التبعة القانونية في انتهاكها لحقوق أولئك المعتقلين التي كفلها القانون الدولي والتي تصل في ضمن تلك العقوبات إلى أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد الأشخاص المتواجدين داخل المعتقلات والتي تحرك معها المسؤولية الجنائية الدولية طبعا لميثاق روما المنشئ والمؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا مفر أن هناك مسؤولية تقع على الأشخاص الذين أمروا بالإبقاء على أولئك المعتقلين داخل السجون سواء كانوا مسؤولين في الحكومة أو مسؤولين تنفيذيين في إدارة أو في مصلحة إدارة السجون،
لكن في النهايه هذا الامر سيؤدي الى تحريك المسؤوليه الجنائيه في حال لا قدر الله وقع هناك اصابات او انتشر الاصابات وكان لتلك الاصابات تبعات بان طيب. يكون استاذ محمد، تطورت الحاله الصحيه لاولئك الاشخاص. استاذ محمد، يعني انتم تعلمون ويعني مراقبون ايضا للشان العراقي وما يجري فيه، وايضا ما يجري داخل السجون في العراق، و يعني اخبار حقوق الانسان فيه والانتهاكات التي ترتكب. يعني العراق منذ العام 2003 سمة العملية السياسية هي انتهاك حقوق الإنسان، سواء كان داخل السجون أو خارج السجون. لا المواطن داخل السجن هو يعني متمتع بحقوقه، ولا الذي هو خارج السجن، الكل منتهك حقوقه. من وجهة نظرك، يعني هذا الأمر هل له من حلول قانونية من وجهة نظرك؟ يعني هل هناك وسائل يمكن من خلالها إيصال صوت المعتقلين داخل السجون في العراق، إيصال صورتهم، إيصال الحال الذي هم عليه إلى إلى الجهات، يعني تأخذ على محمل الجد هذا الأمر وتفعل كل التقارير التي أصدرت أو صدرت من المنظمات الدولية من أجل الخلاص الفعلي، وخصوصا أن هناك أمر حازم وطارئ يتطلب التحرك، يتطلب اتخاذ قرار، يتطلب تشريع قوانين، وهو فيروس كورونا. العالم كله مستنفر لهذا الأمر. نعم، فيما يتعلق بسؤال حضرتك في الحلول التي ممكن أن يتم طرحها لخروج المواطن العراقي من الأزمات التي يتعرض لها، حقيقة هناك ثلاث مسارات يجب اتباعها بشكل متقاطع ومتواصل للوصول إلى الحالة الحقوقية الكاملة التي يرغب أو يتأمل أن يحصل عليها المواطن العراقي. المسار الأول وهو المسار الداخلي وينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو متعلق بمجلس النواب أو السلطة التشريعية، كون أنها هي السلطة الضامنة لتنفيذ وتطبيق القانون والرقابة على تطبيق القانون، يجب أن يكون لها الدور الأكبر والأول في الرقابة على عمل الأجهزة التنفيذية وبخاصة الأجهزة الأمنية، وأن يكون هناك متابعة دورية واستجوابات تتم لوزير الداخلية وللأفراد الذين يقعون أسفل منهم في الترتيب الإداري. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا يقع على السلطة التشريعية أن يكون هناك مواكبة في إصدار التشريعات بما يحفظ مجموعة الحقوق والحريات التي كفلها القانون الدولي والتي كفلها الدستور العراقي بالمناسبة. الجزء الآخر من المسار الداخلي داخل العراق أن يكون هناك تحرك من قبل المؤسسات الحقوقية العراقية، وهنا أقول مؤسسات حقوق الإنسان بشكل خاص، بمعنى أن يكون هناك متابعة دورية وإمداد السلطات التشريعية بشكل دوري ودائم عن الحالات التي يتم رصدها وتوثيقها من خلال تقارير يتم إرسالها إلى اللجان المختصة داخل السلطة التشريعية، سواء لجنة الحقوق والحريات أو المجلس التشريعي أو مجلس النواب عفوا بشكل كامل. المسار الثاني هو مسار الدولي، لكن يقع هنا العبء على المؤسسات الحقوقية، بمعنى كمرصد أور متوسط لحقوق الإنسان وغيرها وهيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بأن يكون لها هناك تقارير، كون أنها لها تأثير الأكبر على الساحة الدولية، وتكون تلك التقارير بعدة لغات يتم إرسالها لعدة أشخاص وجهات نافذة يتم إطلاعهم على مجموعة من الحالات التي يتم توثيقها بناء على عمل تلك المؤسسات، وإرسالها إلى الجهات الدولية المتنفذة من أجل إطلاعهم على صورة الأمر والحالة الإنسانية والواقعية التي يعيشها أولئك المعتقلين. والمسار الثالث وهو المسار الأهم، بمعنى مجلس الأمن ليس بحاجة لأن يكون هناك مؤسسات حقوقية لتمده بالتقارير، وإن كان هذا الأمر جيد لإكمال الدائرة القانونية من ناحية رصد وتوثيق الانتهاكات، لكن أيضا برضو في هذا الجانب مجلس الأمن بحاجة لأن يكون هناك، أن هو المبادر في التحرك لرصد تلك الانتهاكات، هو المبادر طيب. لوقف تلك الانتهاكات عبر اللجان المختلفة والمكاتب المختلفة التي توجد له داخل الدول. نعم. شكرا لك أستاذ محمد. دكتور إبراهيم سليمان، يعني لماذا السجناء دائما هم الفئة المجتمعية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بحسب ما يصف يعني أغلب الأطباء؟ هذه سوء التغذية نقطة، والتجمعات يعني التجمع يعني الغرف هذا، وسوء التهوية تغذية تهمت عليها، هذا العوامل معرضة لها. المعتقلين من 10 سنوات من 15 سنة سوء تغذية وعندهم أمراض نقص مناعة، عندهم أمراض، هذول اللي صار عنده هسه تدرن وصار عنده شو اسمه هذا الريب سكيبي الجرب بالدنيا، كل هذه مناعة هزال،
هذه اني بس اتمنى اي منظمه بس تزور السجون. تدري انت بس للمعلومه حتى الفرعيه يسمعوها كل المستمعين والمشاهدين يسمعوها. كان عندنا في ابو غريب مركز شرطه داخلي، عندنا بالمستشفى اسبوعيا لازم طبيب يروح يزور. تدري انت دول ممنوع الزياره عليهم الاطباء ممنوع يزورون السجناء سجن التاج وسجن الناصريه. اذا هي اشبه بعمليه القتل الجماعي لهم. بالضبط تأييد الكلام، قتل. بعدين شوف هذول ما يسمى هسه تشريع والدنيا، هذول الشخصيات الهلامية اللي قاعدة بما يسمى مجلس النواب ولا واحد طلع صوته ليها إلى الآن. شوف خلية الأزمة، هذا ترامب رئيس أمريكا وذاك رئيس وزراء بريطانيا كلهم يطلعون ينطون موقف، إحنا ماكو ولا مسؤول يطلع يعطي موقف، ما يجري بالبلد ما حد يعرف كيف يجري بالبلد. وأني أقول لك إياها وأني مسؤول عن كلامي، الأيام المقبلة هاي زيارة شعبانية هسه الناس دي يفرون ودي يجون للنجف والإصابات اليوم تزداد مال كورونا. شوف شو راح يصير بالعراق. طيب شكرا لك دكتور إبراهيم سليمان. أخيرا أستاذ عبد القادر النايل، يعني هناك تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من ارتفاع إصابات بفيروس كورونا في العراق، هناك مخاوف من انتشار هذا الفيروس بين المعتقلين مثلما تتساوى المخاوف من انتشاره بالظروف التي يمر بها الشعب العراقي الآن. كل شيء للأسف هو سلبي أمام المواطن العراقي من حيث تعامل الحكومة معه، من حيث الاضطهاد، من حيث أكل الحقوق، من حيث الانتهاكات. يعني إلى أي مدى ترى أن هذا الحال سيبقى مستمرا؟ بالتأكيد لولا لطف الله لرأيتم أشياء كثيرة في العراق، لأن فيروس كورونا منتشر بكثافة في العراق، وما موجود من آلاف من الحالات التي فيها فيروس كورونا والحكومة أرقامها كاذبة، بالتالي هي عناية الله بالعراقيين لما تعرضوا من ظلم كبير تماما يطرأ عليهم. المقبل حقيقة أسوأ بكثير مما موجود حاليا، والمعتقلون يتعرضون لنازلة، وأنا أدعوكم وأدعو الجميع من الناشطين والمراكز والإعلاميين أن يولوا أيضا اهتمام بقضية المرأة العراقية المعتقلة. هناك آلاف من النساء العراقيات المعتقلات، ينبغي تسليط الضوء على هذه الفئة الضعيفة التي حقيقة إلى هذه اللحظة هي وصمة عار بقاؤهن في سجون الحكومة على كل الأطراف السياسية. لذلك أقول ينبغي على الجميع أن يتداعى من أجل الضغط والعمل لصالح المعتقلين، من أجل أن تكون القضية قضية إنسانية بعيدا عن المهاترات السياسية، لأنه ينبغي أن يطلق سراحهم سراح الأحداث. هناك لو كانت الحكومة، أستاذ عبد القادر، هل يمكن أن يتحول الأمر فعلا إلى أمر إنساني وينظر إلى المعتقلين على أنه هؤلاء هم من البشر وليسوا أدوات لتحقيق مآرب تغيير ديموغرافي في العراق؟ يعني الطائفية قصرتها ثورة تشرين، والشعب العراقي يعلم تماما أن هؤلاء أصبحوا في زاوية حرجة، لذلك عليهم أن يكفروا عن خطاياهم، لا سيما حزب الدعوة وحزب الفضيلة. هؤلاء المسؤولين عن كل ما يجري من تنكيل واعتقال وازدحام السجناء والأوضاع المأساوية التي يتعرض إليها المعتقل والمعتقل العراقية والحكم. وبالتالي ينبغي أن تكون هناك أيضا إجراءات للموقوفين في سجون المثنى. القضاء اليوم موقفه أيضا ضعيف أمام ما يجري، هناك معتقلين لم يعرضوا على محاكمات ولا على لجان تحقيقية، تبتز أهاليهم في مطار المثنى وفي مناطق أخرى موجودة في بغداد. بالأمس القريب توفي معتقل في سجون الرمادي من أجل التعذيب. هناك معتقلات وهناك معتقلين مفقودين في الرمادي لأكثر من شهر لم يتم إطلاق سراحهم. إذن ينبغي أن تكون هناك قضية حقيقية، والمفروض على منظمة الصحة العالمية أن لم تكن متواطئة مع الحكومة في مكتبها ببغداد أن تذهب إلى زيارات حقيقية لداخل السجون من الناصرية إلى غيرها، وتعلم تماما أن هناك ليس غذاء، إنما المعتقل يشتري غذاءه بأسعار باهظة لصالح أحزاب وكتل وميليشيات سياسية تتحكم بهذه السجون. إذا ينبغي أن تكون القضية قضية إنسانية، وأن يصحو الجميع لهذه القضية، لهذا الضمير الذي يمكن أن يصحو يوما ما، لأن الجميع بالتالي معرضون، وأن الظالمون سينتقم منهم الله سبحانه وتعالى أمام المظلومين في الدنيا قبل الآخرة. عليهم أن يعوا هذه القضية، لأن حقيقة أقولها جنود الله موجودة للمظلومين، لكن الظالم إذا استمر لينظر إلى نهايات الطغاة.
من فرعون الى ما الى هذه اللحظه ما جرى. لذلك ينبغي ان نبقى مساندين للمعتقلين وان تكون هذه القضيه قضيه انسانيه بعيده عن كل المغادرات. شكرا لك استاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي عبر سكايب من عمان، شكرا لك. وايضا الشكر لك دكتور ابراهيم سليمان الكبيسي الطبيب العراقي، كنت معنا عبر هاتف من بغداد. وشكرا لك شكرا جزيلا استاذ محمد عماد الباحث القانوني في المركز الاورو المتوسطي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني اطيب تحيه والى اللقاء.